السلام عليكم، ازي حضراتكم؟ الاخبار كله تمام ان شاء الله باذن الله. المحنه اللي احنا فيها تعدي بسرعه، وكل واحد يرجع لشغله، والكره ترجع، وباذن الله يكون في خير باذن الله ان شاء الله، ونصبر ونحتسب عند الله ان ربنا يكرمنا ويخرجنا من المحنه اللي احنا فيها. انا يعني بستغل الوقت اللي انا موجود فيه دلوقتي في حاجات انا كان نفسي اعملها بحكم شغلي كمحلل اداء. انا بشتغل مع اكتر من 10 انديه، بعمل لهم الشغل الفني لاداء اللعيبه في الملعب، بعمل لهم الفيديوهات اللي حضراتكم بتشوفوها دلوقتي. المدير الفني المفروض ان هو بيشوف الشغل دوت ويبدا يراجع فنيات لعيبته خلال المواقف اللي انا بطلعها في الملعب، وبيبدا يشتغل برامجه التدريبيه الفنيه والبدنيه عشان يوصل لاعلى مستوى اللعيبه. انا كان بيبقى نفسي ان انا اعمل محاضرة فنية كتحليل أداء لكل لاعب، لكل موقف بيعمله في الملعب من خلال المشاهد اللي أنا بطلعها من شغلي، لجميع الأعمار السنية. كل سن بيكون لي شغله، كل سن بيكون لي فنياته. إنما لما يكون اللاعب يتفرج على الفيديو كأنه فيديو ممتع أو كأنه فيديو كويس، فغير لما يكون في مشاهدة فيها شرح، فيها موقف فني المفروض هنا كان يعمل كذا او ما يعملش كذا. بيبدأ اللاعب يحط ايده على سلبياته، بيبدأ المدير الفني يشتغل على الجزئية ديت انه مستوى يعلى. بحاول ان انا اوضح من خلال شغلي او من خلال محاضرة انا بعملها، ان انا اوضح في مشكلة بدنية عند اللاعب في اداء مركزه من خلال مواقف فعلية هي موجودة. ده هيساعد على ارتقاء مستوى. انا ما كانش بيبقى عندي وقت طبعا في خلال الموسم، لان بيبقى عندي شغل كتير، فانا بحاول ان اعمل الفيديو واجهزه للمدير الفني وهو يبدا يشوف شغله الفني عليه. انما هو احترافيا المفروض ان محلل الاداء بيكون ليه شغل برضه بيعمله من خلال الجهاز الفني ومن خلال المنظومه، انه بيكون لي محاضره ان هو بيشتغل فيها مع اللعيبه، ويبدا يشتغل على سلبياتهم وايجابياتهم من خلال مناقشه فيها مواجهه وفي مشاهد في الملعب. فأنا بستغل الفترة ديت ان انا بحاول اعمل فيديو او اتنين لكل فرقة بشتغل معاها، اظهر من خلالها سلبيات وايجابيات من خلال شغلي، من خلال فنيات شغلي. وده بيساعد المدير الفني ان هو يعمل تقرير افضل فنيا وبدنيا، لان انا كمحلل اداء بشتغل على اداء اللاعب من خلال الموقف اللي هو موجود فيه في اللعبة. المدير الفني بيشتغل تكتيك، بيشتغل تحركات. انما انا لما بطلع اداء فني سواء كان سلبي او ايجابي من مواقف داخليه في الملعب، واشرح للاعب ان هنا انت عملت، هنا كان ممكن تعمل هنا افضل، او كان ممكن تتصرف في الكره افضل هنا، ده بيساعد المدير الفني ان هو يشتغل افضل، وبيساعد اللاعب ان هو بيتواجه بشغله وبيتواجه بفنياته، وبيقدر يعلى مع مرور الوقت باذن الله. فانا ان شاء الله هستغل الوقت دوت واحاول اعمل حاجه تفيد الاجهزه الفنيه، تفيد اللعيبه، في نفس الوقت ما يكونش الوقت ممل بالنسبه لنا، ان احنا عندنا وقت طويل جدا فاضيين فيه، فنحاول نستغل قدراتنا، كل واحد يساعد التاني، كل واحد يعمل شغل يساعد التاني. ولو حصل ان شاء الله ورجعنا للموسم، كل واحد يرجع بقوه من خلال مركزه، سواء كان مدير فني، سواء كان اداري، سواء كان لاعب، سواء كان محلل اداء، لان منظومه كلها هتبقى شغاله، وباذن الله نقدر نوصل نتيجه كويسه. فان شاء الله من بكره باذن الله هحاول اعمل كل يوم فيديو او اتنين لفرق انا بشتغل معاها، وباذن الله يكون في نتيجه ايجابيه للاجهزه الفنيه وللاعبين، وان شاء الله كلنا الافضل، وباذن الله ان شاء الله نعدي الكبوه اللي احنا فيها ونرجع للاحسن ان شاء الله. السلام عليكم.